اليوم معنا ساعة من فاشون كونستانتان اللي اسمها هارموني توربيون كرونوغراف من البوشور، وهي ساعة نزلتها فاشون ب 2015 احتفالا ب 260 سنة لتأسيس الشركة. وشغلة لازم نعرفها انه شركة فاشون هي من يمكن الشركات الوحيدة اللي بالعالم شركات الساعات اللي كملوا 260 سنة متواصلة من العمل، وهيدي اللاين هي أول مرة كمان بفترة طويلة فاشون كونستانتان بينزلوا لاين جديد سموه الهارموني. والفكرة من اللاين هيدا مستوحية من أول كرونوغراف نزلوها فاشون ب 1928، والفكرة كلها هي إنه يكون في مونوبوشر كرونوغراف، اللي هي يعني كرونوغراف بتحكم واحد فيه بزر واحد بكبسة واحدة، وهي كبسة التاج، فالكبسة واحدة بشغلها بتطفي وترجع بتعمل ريست. الساعة نزلوها من شهر تماما، كمان نفس الشيء باحتفالا ب 260 سنة للشركة، فنزلوا أكثر ساعة كومبليكيتد معقدة بالعالم، فيها 57 تعقيدة، ومشان هيك سموا الرقم الريفرنس تبع الساعة 57260. ومن 10 سنين احتفالا كمان ب 250 سنة للشركة، كمان نزلوا ساعة اسمها توغريلي، كان فيها 17 كومبليكيشن، بوقتها كمان كانت من أكثر الساعات المعقدة. هيدي الساعة في منها 26 موديل بس من البلاتينوم، أنا اللي لابسها رقم 5 وهي الوحيدة بالشرق الأوسط. اليوم معنا فاشون كونستانتان هارموني توربيون كرونوغراف، اللي هي معمولة من 26 قطعة من البلاتينوم، إطار الساعة 42 مليمتر، ومثل ما أنا شايفين الساعة فيها التوربيون على الساعة 12 فلاين توربيون والكرونوغراف انديكيتور على الساعة 3. الشغلة لازم نلاحظها انه الكرونوغراف بهالموديل بيقدر يوصل ل 45 دقيقة، بالعادة بيكون بس 30 دقيقة بالموديلز اللي قبل او بغير ماركات، فهي شغلة جديدة نزلوها فاشون هالسنة. الطاقة الاحتياطية للساعة هي 65 ساعة، والمؤشر للطاقة موجود على الساعة 6 مثل ما فينا نشوف. الحلو بها الساعة انه فينا نتحكم فيها كلها بالتاج اللي هو موجود هون، فاذا مثلا بدي قوي الطاقة، اذا بدي زيد الطاقة بس بلفها لفوق وبيتحرك، اذا بدي شغل الكرونوغراف بكرس الزر بشغلها برجع بكرس نفس التاج برجع مرة تانية بيعمل ريسيت. وشغلة حلوة عاملينها بكل ساعات الهارموني اللي هي التزيين من ورا، التزيين من ورا عملوها يا للروتر يا اما لزناد الميزان، وعملوا مثل نقشه، النقشه هي ماخوذه من اول ساعه جيب عملها جون مارك فاشون اللي معروف عنا، كانت معموله من فولاذ، كان في مثل تصميم ومنقوشات على ساعه الجيب اللي كان عملها جون مارك فاشون، ورجعوا عملوها نفسها بساعات الهارموني. سعر الساعه 1,092,000 درهم، إذا نقارنها فينا نقارنها بالمونبلان فيلغي 1858 اللي هي كمان توربيون ومونوبوشر كرونوغراف، أو الأوديمار جي أوديمار كرونوغراف.